الفرقة هذه، احنا الوقت اللي كانت هذه الفرقة كبيرة موجودة في سيدي علي محمد، وقبل ما توجد في سيدي علي محمد كانت توجد في عين البيضة، وعين البيضة الشهية هي دوار السبيس. هذه الفرقة فيها الحاج محمد قنقة وأبوه بن موسى قنقة حوصاوي، هذا دوريجين تاع قنوة صحيح. الفرقة هذه قعدنا شحال، وهاد الصغار هاد الموجودين خرجوا من الفرقة هاد الكبيرة. عندهم أمهم الله يرحمها، أمهم الله يرحمها مقدمة، أبوها مقدم وجداتها عريفة دوريجين، وعندهم جداتهم وأبوهم أخت الحاج محمد قنقة وهو حوصاوي، هي حوصاوية. هذه الفرقة ستدير ماهيش فرقة جاية غير هكا، هذه فرقة عندها تراث قديم. نعم، من الأصالة قديم يعني. من الأصالة، وراهم متبعين التاريخة، ولكن متبعين التاريخة متبعينها على صح. يلبسوا البوري، يلبسوا هذوك العبايات الحمراء والكحلاء، خاطر الخضراء ماذا بينا لو كان نكونوا في المير اينيفورم توني واحدة. أيوة. شوفوا انتم، كان المعلم والكويوبانغو يلبسوا عبايات، والاخرين الربعه اللي يلبسوا ولا يلبسوا التوني الخضراء. بعد ما قال مقدم على الاعضاء اللي كانوا معنا، نعم، وهما نبدو بالاول هو الشيخ الحاج محمد قنقة، هو عضو الاول وقاع المقدم الكبير تاع المحله تاعنا تاع سيدي علي محمد. ومنهم كان معنا الحاج مخطاب بن عامر، الحاج مبارك، الحاج محمد قوراري، مقدمة واحدة فين كنا اخت الحاج محمد قنقة هي اسمها ما قنقة، وكانت الحاجة مريم نقولوا احنا عمتي، وكانت بتسرقوا، وكانت ما جمعة، وكانت مباركة، هذه ام اوسيلاس، هذول توعنا مازال كاديدة فين حي ميت الله يرحمه. كون المسار تبارك الله الحمد لله يا ربي، يكونهم سيمانه باش راحوا داروا فيستيفال تاعهم ان شاء الله، داروا في بشار. نعم، وتاصلوا لا بريمير بلاس تبارك الله. هذه كانت عندي زعما حاجه زينه والحمد لله يا ربي. والناس مازالوا عندنا غراوي صغار يعني يمارسوا في هذا كيما نقولوا احنا الرياضه. نعم، فيستيفال تاع القمري ان جون بالعربي عبد القادر ولد بن عيسى. نعم، بكلاس برومي هنا في تبارك الله هكما هنا في معسكر. نعم، هذه الاله تعلمتها حبا فيها، يقول لك هذا القمبري شغل اللي تحبه بتعلمه. ايوه تبحت طريقه الفرقه اللي راني فيها كيما هكا، ايوه اللي كان يضرب عندنا القمبري تبحته وليت نتعلم عليه. الالات المستعمله في الديوان، نعم، هي عندنا القمبري وعندنا القرقابو وعندنا الطبل. صح، هادو الالات اللي نستعملهم يعني في الاداء الموسيقي تاعنا في الديوان. عندنا الطبل اللي نستعملوه بهاد الالات اللي نقرق نضربوا به، وعندنا كذلك القرقابو، هذا كذلك نستعملوه في مع الطبل ونستعملوه مع القمبري نقرقبوا بهم لي دونس اللي غادي نلعبوا بهم. الخضرة هذه قلنا عجبتكم كاع كيما مقدم قال لك عجبتني الخضرة، لعبنا بها، دينا بها شحال من فري، لعبنا بها بزاف. بصح دروك نشوفوا حنا لي دونس اللي غادي نلعبوهم شنو هو اللي بس يوالمهم، ونلعبوا كويو ولا بالك نلعبوا كويو نلعبوا بهذه ساعاتوني، هذه ما تقبلناش الكويو. بصح كون نبغوا نلعبوا حاجه تاع بوري ولا ما نجيبوش نلعبوا بالخضره، نلعبوا سوا بالروج سوا بالنوار. هذه مختلف المشاركات اللي شاركت فيها الجمعيه فكروليه سيدي بلال. اولا كنا شاركنا في المهرجان، المشاركه في المهرجان الدولي لتيمغا سنه 2004. نعم، وهذه الجوائز الخاصه بالجوائز اللي تحصلت عليها الفرقه. عندنا في المرتبه الاولى في المهرجان الوطني لموسيقى الديوان بولايه بشار سنه 2007، وسنه 2008 شاركنا في المهرجان الدولي الثقافي لرقص فولكلوري بولايه زيوزو. We'll be right back.
أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.